السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. إن شاء الله الفيديو ديال اليوم غادي نخدمو فيه بدون يعني معدات، يعني نخدمو غير بالوزن ديال الجسم. إن شاء الله التمارين غتكون مركبة وغنستهدفو جميع عضلات الجسم. ونبداو التمرين الأول في المجموعة الأولى، هو عبارة على تمرين مركب من عدة حركات كيستهدف مجموعة ديال العضلات من الجسم بشدة مختلفة. الصورة المصغرة أعلاها يعني التمرين بشدة خفيفة بالنسبة للناس اللي مبتدئين وبالنسبة للناس اللي كبار في السن. وكيف ما كتشوفوا معايا غادي ندوزوا للتمرين رقم 2 من المجموعة الأولى، هو عبارة على تمرين كذلك مركب من حركتين كنستهدفوا فيه عضلات البطن العلوية وكذلك عضلات البطن السفلية. كيفاش درنا تمرين مركب من جوج ديال الحركات، يعني نستهدفو تقريبا جميع يعني مناطق عضلات البطن. دائما في الشاشة الكبيرة كاين يعني تمارين بشدة عالية، بالنسبة للشاشة الصغيرة في اعلى الفيديو تمارين بشدة خفيفة بالنسبة للناس المبتدئين. الان كنشوفوا الحركة رقم 2 هي عبارة عن حركة مركبة، كذلك كنستهدفوا بها عضلات الصدر وعضلات الاكتاف وعضلات التريسيبس بما يسمى باللغة العربية عضلة ثلاثية الرؤوس. بغيت نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم في هذه الاونه الاخيره، ونشكر بزاف الناس اللي شاركوا جداد في القناه، يعني راني كنلاحظ تفاعل كبير منكم. شكرا بزاف على الدعم والتشجيع والتعليقات ديالكم. الحركه الثالثه في المجموعه الاولى وهي عباره عن حركه كذلك مركبه كنسلبوا بها العضلات ديال الظهر والعضلات ديال الصدر والعضلات ديال الفخذين. بالنسبة للناس المبتدئين يحاولوا ما يبقاوش يعني قرعية ثبات لمدة طويلة. ان شاء الله دابا غادي نبداو المجموعة الثانية وغادي نعاودو نفس الحركات اللي خدمنا في المجموعة الاولى. دائما يعني في انتظار التعليقات ديالكم والاراء ديالكم، يعني دائما التعليقات ديالكم بخصوص التعليقات يعني ديال التشجيع يعني كتكون كتحفزنا وكتعطينا يعني واحد الدافع باش اننا نستمروا ونبذلوا مجهود كبر. دائما الشكر موصول لكاع الناس يعني اللي كيساندونا من قريب او من بعيد. هذه عضلة، هذه حركة يعني رائعة جدا، ويعني عندها واحد التأثير على عضلة البطن يعني بصفة عامة، وكتعطي واحد النتائج رائعة وجد مذهلة. هانتوما غادي تخدموها وغادي تحسوا يعني بالخدمة ديالها، يعني حركة قوية. دائما في فترة الراحة كنحاول ما امكن انني نركز على عملية الشهيق والزفير والتنفس يعني بواحد الشكل مركز. يعني اثناء التمرين ضروري من عملية الشهيق والزفير، ولكن بخصوص اثناء المرحلة ديال الراحة يجب القيام بعملية الشهيق والزفير يعني بواحد الطريقة اللي هي يعني صحيحة، يعني باش يعني يوصل يعني الكمية المناسبة للأكسجين للعضلة، ونقوموا يعني بالتمرين بشكل جيد. يعني كذلك التنفس دائما كنقول باللي يعني واحد الحاجه اللي راه ضروريه وكيحمينا من الاصابات. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، ما تنساوش لي لايك وبارطاجيو وفرجوا مع الاصدقاء ديالكم، وتهلاو في راسكم الى فيديو مقبل ان شاء الله. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى زر الاعجاب والتعليق، وللمزيد اشترك بالقناه ليصلك كل جديد.